بدأنا في الدرس الأول الحديث عن المصفوفات، تعرفنا على المصفوفات ورأينا كيف يمكن استدعاء عناصر من المصفوفة، كيف يمكن إنشاء مصفوفة، تعرفنا على المصفوفات الخاصة، وكذلك تعرفنا على العمليات الرياضية من الجمع والطرح والضرب والقسمة، كذلك الرفع للقوة، والعمليات الخاصة بالمصفوفات، إيجاد مقلوب مصفوفة باستخدام التابع inverse، حساب رتبة مصفوفة التابع رانك، والعمليات على المصفوفات عمليات متقدمة، استدعاء مصفوفة جزئية من مصفوفة رئيسية، وكذلك التعامل مع شكل المصفوفة وتحديد حجمها وتدوير مصفوفة. تعلمنا كيف نعيد تشكيل مصفوفة باستخدام التابع reshape، وكذلك كيف يمكن تدوير المصفوفة باستخدام التابع rotate، وتعرفنا على التابع سايز والتابع لينكس، وتعرفنا على أنواع ضرب المصفوفات الجداء الداخلي والجداء الخارجي، وإضافة إلى بعض الملاحظات الهامة حول المصفوفات. وانتقلنا في الدرس الثاني وتعرفنا على بنى التحكم. بدأنا بالحلقات والعبارات الشرطية. درسنا الشكل العام لهذه العبارات المختلفة، ومن ثم أمثلة بسيطة، وتعرفنا أيضا على التوابع والنصوص، وتم إعطاء بعض الأمثلة، وهنا في الدرس الثاني في مرفق البي دي اف يوجد عدد كبير من الأمثلة. اليوم سنبدأ بالرسم ثنائي البعد. هذا الدرس بسيط ولكنه مهم كمدخل للرسوميات في الماتلاب. سنتعرف بشكل بسيط على خصائص الرسم ثنائي البعد، وسنأخذ بعض الأمثلة البسيطة، وجميع التطبيقات والبرامج التي سنقوم فيها في دروس لاحقة سنحاول أن نغطي بها موضوع الرسم ثنائي البعد. سنتعلم في هذا الدرس أهم الأوامر التي تتعلق بالرسم ثنائي البعد في الماتلاب، وطرق المعالجة والتنسيق لهذه الرسوم. سنتعرف على خصائص الرسم ثنائي البعد، ومن ثم مثال بسيط. تعليمة الرسم الرئيسية. تعليمة الرسم الرئيسية هي بلوت واي أو بلوت اكس واحد واي واحد، ومن ثم بروبرتي نيم أو بلوت اكسس هاندل. في الحالة الأولى على سبيل المثال، لو كان لدي واي هو تابع جيبي وليكن ساين تابع الجيب، فإن مجال الرسم سيكون محصور بين الناقص واحد والواحد، وبالتالي بشكل تلقائي سيكون بلوت ساين ويف سيقوم برسم موجة الجيبية ضمن هذا المجال. بلوت اكس واحد واي واحد، اكس واحد تمثل دائما المحور اكس، فمن الممكن ان يكون المحور اكس تابع للزمن، المحور اكس تردد في حال الرغبة في دراسة الاستجابة الترددية، او اي متغير اخر كعلى سبيل المثال رسم التيار بالنسبة للجهد، أو الاستطاعة بالنسبة الحقيقية الاستطاعة الردية إلى آخره. أما ولكن دائما تكون يجب أن نتخيل دائما شكل التابع بلوت اكس واي، فلو كان لدي الزمن تي بلوت تي في، تي هي المحور اكس، أما الواي فهي المحور واي، ففي حال بلوت تي في ستكون التي المحور اكس هو الزمن، في موجة الجهد على المحور واي. بلوت ايضا يسمح لي هذا التابع بالتحكم بشكل اشارة الخرج للرسم من خلال بروبرتي من خلال الخصائص المختلفة، فيمكنني التحكم بشكل الموجة، هل هي خط متقطع ام مستمر؟ كما يمكنني تحديد العلامات المميزة في نقاط تقاطع، فمثلا عند النقطة التي إحداثياتها اكس واحد واي تساوي 2، فيمكن تحديد أن هذه هي النقطة من خلال نجمة أو دائرة
إلى آخره. كما يمكن تحديد اللون، سنتعرف على ذلك لاحقا. بلوك أكسس دوت هاندل، البنية هاندل تفيد في التأشير على كائنات محددة، سنتعرف على هذه البنية في الجزء الثاني من الكورس في عند البدء ببرمجة واجهات المستخدم الرسومية. رسم منحنيين على شكل واحد، نلاحظ من خلال بلوت x فاصلة y x فاصلة z، فلو كان لدي تابعين x و z نريد رسمهما بالنسبة ل x، فيمكن كتابة البلوت كما هي موضحة. كما يمكن الاستفادة أيضا من التابع hold on الذي يسمح بحفظ الرسم القديم وإضافة رسومات جديدة، كما سنلاحظ سندرس هذا الرسم التابع في أمثلة لاحقة. تعليم تسمية الشكل والمحاور من خلال التوابع title كما هو مبين، name of figure اسم الشكل، x label x على سبيل المثال time frequency، y label y voltage على سبيل المثال current إلى آخره. يتم وضع هذه التوابع بعد تعليمة الرسم الرئيسية بلوت. إنشاء شبكة grid on grid off، grid on تفعل الشبكة، grid off تقوم بإلغاء الشبكة. الكتابة على الشكل text من خلال الإحداثيات x y ومن ثم العبارة التي نريد كتابتها. تلوين الشكل كما هو موضح، الجدول التالي يبين الألوان الرئيسية في الماتلاب، الأخضر مزراق C، أرجواني M، أصفر Y إلى آخره. فيكفي أن نضع في Property Name بين إشارتي التنصيص الحرف الذي يدل على اللون الذي نريد إظهار الرسم فيه. أبعاد المحاور كما هو مبين، X Axis، X Maximum، X Minimum، X Maximum، Y Minimum، Y Maximum. مثال، سنقوم من خلال هذا المثال بشرح كيفية الرسم والخصائص الرئيسية للرسم. وظيفة هذا البرنامج رسم الإشارة Y التي هي A sin omega t، أي إشارة التابع الجانبي sin. بداية قمنا بتعريف مجال الزمن بحيث يبدأ من الصفر بخطوة واحد بالألف وينتهي بالصفر فاصلة واحد، وتم تحديد مطال الإشارة 220 والتردد 50 هرتز. أوميجا 2 بي إف واي أ ساين أوميجا ت، بلوت ت الزمن الذي قمنا بتعريفه في الأعلى مجال الزمن، واي هو التابع الجيبي الذي نريد من رسمه، ومن ثم K كما هو موضح K بخط مستقيم، K أي بلاك وإشارة الناقص تدل على الخط المستقيم أي الرسم بخط مستقيم. تايتل فولتج كيرف أي منحني الجهد، X ليفل تايم سكند، Y ليفل مطال موجة الجهد. جريد أون من أجل تفعيل الشبكة، التابع باوند وظيفته إظهار تنفيذ ما قبل جميع التعليمات التي قبله، ومن ثم وإيقاف عمل البرنامج لحين أن يقوم المستخدم بضغط أي زر من لوحة المفاتيح ليقوم بتنفيذ ما بعده. نلاحظ بداية رسمنا موجة الجهد بالنسبة للزمن، أما الآن نريد رسم موجة الزمن بالنسبة للجهد، فقمنا بعكس بقلب جسم البلوت. نلاحظ أن إشارة الجهد كما هي مبينة، وبعد الضغط على أي زر من لوحة مفاتيح ستظهر لي الإشارة بالشكل الثاني. هلأ المطلوب منكم إعادة كتابة البرنامج والقيام بتعديل بسيط بحيث يظهر الشكل الثاني بعد فترة زمنية يحددها المستخدم، أي دون الضغط على أي زر من لوحة المفاتيح. سنقوم ب
تنفيذ هذا البرنامج التابع الذي نريد رسمه A sin omega t. سنبدأ بداية بتعريف مجال الزمن t equal 0 to 0 to 0 1 0 فاصلة 1. سنعرف المطال A تساوي 220، التردد F تساوي 50، ومن ثم أوميجا 2 نجمة بي آي نجمة F. أصبح لدي مطال الإشارة معلوم، التردد الزاوي معلوم، والزمن معلوم. الآن y equal a ضرب sin أوميجا a plot t فاصلة y فاصلة، المفروض أن أردنا رسمه بشكل مستمر باللون الأخضر green title y x label أو نجعلها voltage x label time y label y. جيد on. نلاحظ عند سيطلب مني حفظ البرنامج، فلو حفظت اسم الدرو وقمت بالتنفيذ فقام بالتنفيذ الرسم باللون الأخضر وتفعيل الشبكة. لو أردت الآن أن أقوم بتغيير اللون مثلا، لاحظ أصبح أسود، وكذلك تغيير نوع الخط الرسم، لاحظ أصبح منقى. يمكن أيضا إلغاء تفعيل الشبكة، لاحظ تم إلغائها. تايتل واي ليبل اكس ليبل، ومجال الزمن من الصفر لصفر فاصلة واحد. لاحظوا لو قمت الآن بعد إضافة التابع grid O grid off لإلغاء الشبكة وfigure لفتح نافذة جديدة وhold on لتفعيل المحافظة على الرسم السابق وقمت بتنفيذ الرسم، فنلاحظ عند التنفيذ يفتح لي نافذتين. النافذة الأولى هي شاشة الرسم الرئيسية، هي التابع الرسم الأول تعليم الرسم ما قبل الفيجر، والنافذة الثانية تحوي الرسم الجديد. الآن سنلاحظ تأثير هولد أون لو قمت بإلغاء فيجر. لاحظوا أصبح الرسم على محور واحد، ولكن بسبب الأبعاد الكبيرة وعدم تناسقها فلم تظهر بشكل واضح الرسومات. سأخذ مثال آخر ليبين وظيفة هولد أون. لو أدخلت مصفوفة A equal 4 5 6 7 ومصفوفة B equal 4 وطلبت رسم بلوت A فاصلة B، لاحظ الشكل كما هو موضح.
الآن لو قمت بتفعيل hold on وطلبت plot b فاصلة a، سنلاحظ تم المحافظة على الرسم السابق ورسم شكل جديد. سأعيد فأكرر بأسلوب آخر، plot a فاصلة b سأعطيها اللون الأحمر. الآن يمكن ملاحظتها بشكل واضح، الرسم القديم باللون الأزرق والرسم الجديد باللون الأحمر، وبالتالي تم المحافظة على الرسم القديم. أما لو قمت بـ Hold Off ومن ثم Plot بـ فاصلة A Red سيتم إزالة الرسم الأزرق والمحافظة على الرسم الأحمر فقط. يمكن أيضا تقسيم الرسم من خلال التابع Sub Plot الذي يتعامل مع شكل يشبه المصفوفة. فـ M لنفرض أي السطر الأول عمود الأول، أو لنفرض المصفوفة سطرين عمودين والعنصر الأول. لاحظوا تم تشكيل مصفوفة. لو قمت 2 3 4، لاحظوا تم تقسيم لوحة الرسم إلى 4 نوافذ. الآن لو أردت الرسم في النافذة رقم 2، سأكتب 2 2 2 2 بلوك A فاصلة B. نلاحظ تم الرسم في النافذة الثانية. أما لو أردت الرسم في النافذة رقم 4، لاحظوا تم الرسم في النافذة رقم 4. وكافة الخصائص التي تنطبق على الرسم قبل بدون تقسيم اللوحة تنطبق على الرسومات عند التقسيم. قمنا تطبيق هذا المثال ورأينا كيف يمكن تفعيل الشبكة وإلغائها و تعريف التابع ورسم رسمه بالنسبة للزمن. الآن المطلوب منكم حلقة بحث أولى بعنوان الرسم ثلاثي البعد لمدة 10 أيام. المطلوب طباعتها بشكل إلكتروني على ملف وورد أو PDF وإرسالها على العنوان الذي سأحدده لكم لاحقا. وشكرا لكم.